بزاف ما على بالهمش باللي المناعه تاعنا ولا وشنا كلو ياثر بزاف على المناعه تاعنا، على خاطر عندنا نقدر نقول باللي جزء من المناعه تاعنا يتكون في الامعاء ديالنا، والتغذيه ولا الغذاء اللي ناكلوه يروح للامعاء، لهذا كاين تاثير كبير تاع الغذاء ديالنا على المناعه ديالنا. حتى التركيبه، تركيبه الاطعمه اللي نحتاجوها من فيتامينات وغيره نلقاوها في الغذاء، صح؟ بيان سور، احنا منين نجيبوا الفيتامينات والمعادن؟ يعني من غير فيتامين دي اللي على بالنا بلي تتشكل كي نقابلوا اشعه الشمس، على بالنا باللي الغذاء هو اللي يجيب لنا كل ما يسحقوا الجسم ديالنا، خاصه المغذيات، يعني كل ما هو فيتامينات، معادن، الياف، وهادو هما اللي يلعبوا دور كبير باش نعززوا المناعه ديالنا ونقدروا نقاوموا الامراض. يعني نقدروا نهضروا على مرض كورونا، يعني فيروس كورونا، نقدروا نهضروا على لا سيزون اللي رانا فيها، يعني الفصل هذا اللي رانا فيه، كاين بزاف لي غريب اكسيتيرا، دونك هاد التغذيه اللي ناكلوها راهي رايحه تاثر مباشره على المناعه ديالنا. ونقدروا نلاحظوا ثاني باللي على حسب الفصول والمواسم اللي رانا فيها، كاين كل فصل عنده تغذيه ولا اغذيه تاعو، ونقدروا نشوفوا كي نتحققوا ولا كي نزيدوا نحوسوا اكثر على الفيتامينات والمعادن اللي كاينه في هذه الاغذيه. نلقاو باللي هاد مثلا فصل الشتاء نلقاو مثلا باللي فيه بزاف الحمضيات، الحمضيات فيها فيتامين سي، وكاين حنا نحوسوا على فيتامين سي، واش تعاوننا باش نحاربوا الانفلونزا. هذه نعمه المولى عز وجل، اعطانا الدواء في الغذاء ويتماشى كل المواسم. هذا الشيء اللي يخلي كثير من اخصائي التغذيه ينصحوا بعدم تناول الفواكه خارج مواسمها، صح؟ صحيح، هذه عندها بزاف اسباب، يعني من الاسباب يعني الرئيسيه هي انه كل فصل عنده الاغذيه تاعو، يعني من الاحسن ناكلوا الاغذيه ولا الفواكه والخضر خاصه اللي تجينا في هذا الفصل، على خاطر تعطينا المعادن والفيتامينات اللي نسحقوها ولا اللي يسحقها الجسم تاعنا في هذا الفصل خصيصا. لكن كاين بعض الاسباب الاخرى، منها انه الفواكه والخضر اللي تجينا من غير الفصول ديالها فيها بعض لي بيستيسيد، يعني داووها وزادوا لها حاجات يعني ماشي طبيعيه، وتقدر تسبب لنا في امراض طبيعيه وتكون مستورده ربما. هي الاستورات كاين اللي يتباهاو ويقول لك انا جبت الفاكهه الفلانيه اللي تهمت في خارج الموسم تاعها. هي لازم نعرفوا باللي الفيتامينات والمعادن اللي كاينين في الخضر والفواكه يروحوا بالخف، يعني لو كان ما ناكلوش هذاك الخضره كيما لا فيتامين سي معروفه باللي تروح بالخف، لازم ناكلوها تمتم، يعني حنا كي نستوردوها ونجيبوها شوف شحال طول وهي في والتخزين والتخزين تاعها اكسيتيرا، ما راناش راح نستفادوا من الفيتامينات اللي فيها وناكلوها بلا فايده.